non. تحياتي لك يا يوسف. وحبيبتك اخويا سعيد، الله مرحبا يكبر بيك. مرحبا. دوز المكالمة الموالية. الو، السلام عليكم. الو، وي، السلام عليكم. وعليكم السلام، كي دايره؟ لاباس؟ تفضل، شكون معايا؟ معك عائشة. مرحبا بك عائشة، فين ساكنة؟ مبروك 16 اخويا. سطات، شنو الاسم ديالو؟ فين ساكن؟ المهدي، ساكن في الجديدة. شنو سميتو؟ مهدي. مهدي ساكن في الجديدة. اي شحال نتوما على علاقة عائشة؟ 7 سنين. 7 سنين؟ اه الله الله، مالكم ما تجوزتوش هذه 7 سنين؟ شنو كتسين؟ ايوا كيقول لك الحكم شنو زعما باين. هكاك واخا. اخر مرة تواصلتي معاه؟ الو، اخر مرة تواصلتي معاه؟ عليكم السلام. اخر مرة تواصلتي معاه؟ لا بس اول مرة خويا، اول لا مرة. لا، او وانتي 7 سنين اول مرة؟ عائشة. ألو عائشة، لا لو كنت معك. آخر مرة، آخر مرة هدرتي معاه، تواصلتي معاه، تلاقيتو آخر مرة؟ مرة تلاقينا خويا، الاثنين الفايته اللي تلاقينا ولا الثلاثة كيفاش؟ تلاقينا أول مرة، تلاقينا نهار الثلاثة. نتوما على علاقة 7 سنين وأول مرة تلاقيتو نهار الثلاثة؟ أيه بك وليدي بك، يعني 7 سنين والحب الويفي. الحب الويفي. واخا، وكيقول لك غادي يجي لداركم غادي يتزوج بيك؟ ايوا داكشي اللي قال لك 15 يوم هذا رمضان يجي عند العائله وخلنا نشوف. ما نعرف، مشى ما عاود خصونا كاع نسولو باش نعرف شنو ان كاين. شاء الله. قال لك من رمضان غادي يجي. 15 يوم هذا رمضان، 15 يوم، 15 هذا رمضان غادي يجي. 15. يلا اعطينا الرقم ديالو. يلا زيرو قيم، زيد 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 زيد. واش هدر مع العائلة ديالكم؟ لا لا، والله يهضر معاهم الا كان بالصح. والله الا هضر الخاويه ما نعرف. ما كان تيقش من حقك ما تيقش. ما كان تيقش مي كتسينو 7 سنين والحب الويفي ما كتسينو. ايه عمر لي 40، 40 سنة. كيجاوبش. وقل لي انت، جاوبك شي فرص ديال الزواج ولا ما جاوبكش؟ جاوب وما تزوجتيش وكتسيل المهدي. ايه وكنتمنى بصراحه ما يكونش كيكذب عليك وما يكونش عنده وز بك الوقت. واه
ايوا ما رانيش حد دابا باش ندوز بيها الوقت ولا شي حاجه ما كنطلعش بيه. كيجاوبناش هذا صراحة، خصنا نحصلو هذا باش تمشي تدبر على راسك. لا خير ما قرتش، صنت لك البارح ما جاتنيش. اه صوف صوف، خصنا نشوفو هاد السيد هذا باش باش ان يعيط شاء الله جوجك، واخا ما عيط جوجك شي طلق دجاجة لموالي تمشي تدبر على انا راسك. صفاقه صفاقه والله العظيم لا ما تبكش على بنات الناس، كل واحد عنده خواطر. سبع سنين بالويفي بزاف، الله خيرك تسلمي. وجا وقت فرص قلتي. ما عنديش حتى الويفي، عندي غير التليفون عادي. ها التليفون عادي، ها العظم، عندك تليفون عادي العظم، عادي، ما انا ديال العظام. وهذا هو الوفاء والا فلا. صراحة راك باقا وفية لالا مع راسك. والو اختي عائشة ما كيشدناش، مرة اخرى ان شاء الله جيت تاني يا اخي والله. نزيدو. هو ما كيصوني ولكن ما كيجاوبش. ما عندكش تليفون بصمة، ما عندكش تليفون ذكي والو. هو ما عندهش. لا لا انتي انا عندي هو داكشي باش كنشوف شي اش لعبي لي انا. تحياتي لك عائشة. شكرا خويا، بغيت نهضر معاك اخويا بيني وبينك الله يحفظك نعم اذا كان ممكن. بغيت نهضر معاك بيني وبينك الا ممكن. تهدر معايا بيني وبينك، واخا بقى معايا ندوزك الخاص وهدر معانا لعائشة. مرحبا بارك الله فيك خويا الله يحفظك. تفضل. شنو؟ اه محيد الصوت ديالك، تفضل. ياك يلا تحياتي، السلام عليكم. مرحبا. سلام. سلام. مرحبا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. وعليكم السلام، كيداير بخير؟ الله يبارك فيك، انت لاباس؟ لاباس الحمد لله، الله يحفظك. الحمد لله. تفضل شكون معايا؟ سمير من كازا. سمير من كازا، تحياتي لك با سمير، مرحبا. الله يحفظك الله يكبر. شنو الاسم ديالها وفين ساكنة؟ سميتها خديجة، كتكون جيت نواحي نواحي بن سليمان ولا 12. خديجة من بن سليمان، مرحبا. واخا شحال نتوما على علاقة سي سمير؟ خويا دابا حنا مفارقين، ما عرفتش مفارقين ولا مع بعضياتنا، المهم دابا مابقيناش كندويو شي سيمانة دابا. سيمانة ما بقيتوش كدويو؟ اه دوزنا انا وياه شي شهرين. دوزتو شي شهرين، مخطوبين باقي يا سمير؟ انا وياه ان شاء الله، ولكن باقي ما تاكدش. ان شاء الله. واخا اه طلع لي الخدمة مقلبش. انت اللي قلبتي ولا هي؟ انا يلا عطينا الرقم ديال ابو سمير. زيرو قيد. خذ راحتك يا زيد، كنسمعكش مزيان، كنسمعكش مزيان. الو 0638 يلا بقى معنا سمير، نشوفو لالا خديجة في شركة. المهم ما عرفتش انا واش معاها ولا مفارقين ولا مخاصمين ولا الناس صافي.
الو، السلام عليكم اختي خديجه. عليكم السلام كي دايره اختي خديجه؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. العائله، الوالدين، كل شيء مزيان؟ عواش مبروكه. الحمد لله. اختي ما كنسمعوكش مزيان. الو الو اختي خديجه، عواش مبروكه. خديجة من بن سليمان، مرحبا بك معنا، معك سعيد من بلاطو الخاتم بين يديك، راك معنا على المباشر اختي خديجة، مرحبا بك معنا. الله يكبر بك اختي خديجة، شكرا لحفاوة الاستقبال. اختي خديجة معنا انسان عزيز عليك بزاف، هو اللي عطانا الرقم ديالك باش نتصلوا بك ونفاجئك على المباشر بطريقته الخاصة، وراه كيسمع فيك دابا اختي خديجة. انا غادي ندوزو لك. اوكي. الو اختي، ما كنسمعكش مزيان. تسمعني؟ انا غادي ندوزو لك. الو خديجه، قولي اختي خديجه، قبل ما ندوزو لك، شكون جا في بالك يكون هذا الشخص هذا اللي دار لك المفاجاه هذه؟ استخدم معاك شي واحد احسن. نعم. الو خديجه. الو خديجه اختي، واش فيا قلت من النعاس؟ راك ناعسه ولا شنو؟ خديجه. ايوا اختي اهضر معانا، راك معانا على المباشر، الناس كيسمعوك، حنا كنسولوك، زعما ماشي طريقه باش كتهضر معانا صراحه. الله، هتهضر معانا هضر معانا، ما تهضرش معانا قلنا الله يعاون. تفضل خديجة، شكون توقعتي هذا الشخص هذا اللي راه معانا على المباشر ومفاجئك بهذه الطريقة هذه يا خديجة؟ شكون؟ العائلة. نعم؟ شي حد من العائلة، شي حد كنعرفو. لا ماشي من العائلة، على ما قلنا كتجمعك به علاقة حب اختي خديجة من المدة هذه، وكتواصلوا مع بعضياتكم، الله يخليكم بعضياتكم، وناويين للزواج، هادشي اللي قلنا، وربما شاف البرنامج ديالنا وطلع على المباشر وعطانا الرقم ديالك، وراه كيسمع فيك دابا وباغي يهضر معاك وباغي يعبر لك على مدى الحب ديالو ليك بطريقته الخاصه. اوكي اوكي يلا، قبل ما ندوزو لك، شكون جا في بالك او شكون توقعتي هاد الشخص هذا اللي راه معانا؟ متأكدة انا. نعم كدنا انا. اختي ما كنسمعكش. ممكن مدرسة. هضر انت، عيب الجد، انت هضر بالجد ها باش قولي اختي خديجة، شكون توقعتي الو خديجة؟ الو شكون توقعتي يا خديجة باش ندوزو اختي المكالمة الموالية؟ ما توقعت. خديجة عندك شي علاقة في حياتك ولا ما عندكش؟ داكشي ديال نعم؟ داكشي قلت لك، داكشي ديال مش ممتاز. كيفاش؟ داكشي اياه تماما تقريبا، ولكن عهد هاد القضيه هذه، الشخص اللي راه معنا بغى يفاجئك صراحه الله، يعني عيه هو هذا راه الشرط ديالو، عقل زعما قبل ما نهضر معاها ممكن نديرو معاها التحدي هذا البسيط، واش تقدر تعرفني ولا لا؟ يلا الله الله اياه سبحان الله. يلا اختي خديجه، شكون توقعتي؟ البرنامج اللي كيصوني لبنادم في القنين كاينش؟ ورا العواشر دابا هادي، ورمضان، وبنادم سهران، ورمضان راكي عارفه بنادم كيفاش سهران، ماشي بحال يما. سبحان الله، هذا اللي كان كيعرفني بصح ما عرفش راني كنا نسكري. نعم نعم
اختي خديجه، اختي باش ندوز المكالمه اخرى، قلنا شكون توقعتي، لان السيد راه عليا ما يساين صراحه الله. شكون؟ توقعت حد. نعم؟ ما توقعت حد. واش ما عندك حتى شي علاقه خديجه؟ لا اطلاقا. لا واخا هو كيسمعك؟ اه فاهم. ما عندوش ما يخرج منه. تفضل يا استاذ تفضل. واش كتسول اخر علاقه كانت؟ هي ما عندها تحد، ما عندها لا اخر علاقه ولا اول علاقه. ويلي واش هادشي بصح؟ تفضل يا استاذ. هي راه باقا ما تيقاش جبر الله، كنضحكوا انايا كلها. اه ما يقول سول مباشر تسمع صوت. تفضل. ولا خديجه، خديجه شكون شكون توقعتي يكون؟ ها؟ سمير، عاد بالك سمير؟ سمعت الصوت. سمعت الصوت قبل ما نبلكش. تفضل هيا معك يا سمير تفضل. طير عاصي يا ولد براسك. الحمد لله. ما عندكش شي علاقة؟ دور ممكن تسمعك. الو شنو هو؟ شي دوار سي ما كنت زايدون مي دوار ما كنتش كركب. كيفاش ما عندك حتى شي علاقة؟ وشي دوار؟ شنو هو؟ كضحك الضحكة. ودوي خلينا نقطع شي كلمة، شي كلمة سي سمير. واخويا الدري هذيك شوية في المعقول. شوية طراو بينا في شغلانة ما عجبنيش الحال شي حوايج. وصافي وسديت. وهي باقا كضحك، قالت لك عا كتضحك. باقا كضحك انا ما على بالي. عا كضحك قالت لك انا العلاقة فيهم الضحك. وكنت حاب انا ما على بالاش من الاول من والنيت راه عم والنيت راه عم دوزها بك الوقت عا كضحك. وصافي دابا غادي تشكر. شي كلمة للمرحومة سي سمير؟ شي كلمة للمرحومة؟ لا لا الله يسهل عليه الله يعين. الله يسهل. تحياتي لك اختي خديجة. الله يكمل عليك سمشي. يلا سير سير اشطر الحريرة. تحياتي لك با سمير. قطعتي انا قطعتي انا هي قطعت. يلا دوز لي واحد النمرة اخرى. الله يحفظك. انت مكبت هات انت. الله يحفظك الله يحفظك. ويلي جوج عندك. الله يحفظك راه حسبت منك. لا حول ولا قوة الا بالله. لا شنو معقول ولا هو دابا انت اللي كتفلى ماشي هي. لا الله يحفظك اخر نمرة. والدري شوية مشيت انا ومشيت عند واحدين اخرين عاوتاني كل مرة كنتيستي واحد شي. الله. من حقك اخويا. واخا شنو سميتها هادي؟ شنو سميتها؟ تاني سميتها شهيبة. فين ساكنة؟ ساكنة في كازا. مسخوطة. تا هي شحال انت معاها هادي؟ هادي معاها يومين. يومين؟ ولكن غير الحايط فهمتي دغيا ولات كتشد عني. انت راك مصيد الرخان تاعك. كتقول لي كنبغيك. كتبغيك بيومين؟ في يومين. واخا نشوف كتقول لك انت زعما اللي كاين وانت اللي كاين الحب من اول نظره. واش اللي تاع عارفه. يلا عطينا عطينا نجربوا زيرو قيد. مصيبة هذه زيرو قيد. الخوت عطونا شويه القليبات ناس فيسبوك، شويه القليبات والبارطاج اللي التحق بينا عطينا شويه القليبات البارطاج، كذلك ناس ديال اليوتيوب شويه القليبات والبارطاج. الله يعطيكم الخير. زيد 28 زيد.
بعد من الصداع اخويا، بعد من الصداع، هذاك الصداع كنعتذروا، الرقم اللي طلبته ما مشغلش دابا، ما خدامش هاد النمرة، غير الفوكال. كنعتذروا، لا لا بارك، حي، تحياتي لك أبا سمير. يلا سلام سلام. خوط هذا الأولى والثانية. ألو السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفاش صافا بخير اخويا؟ الله يحفظك اخويا، انت لاباس؟ الحمد لله الله يطول عمرك. تفضل شكون معايا؟ معك حسن من مدينة الرباط. حسن من الرباط، شنو الاسم ديالها وفين ساكنة؟ تطوان. شنو الاسم ديالها؟ نعم. شنو الاسم ديالها وفين ساكنة؟ من جنجة. نعم؟ من جنجة. ساكنة في تطوان؟ هو. شحال نتوما على علاقة حسن؟ ثلاث شهور مخطوبين باقين؟ اه واش مخطوبين باقين ولا لا؟ باقي الله. عاد ناويين اخر مره تواصلتي معاها؟ اخر مره تلاقيناها قبل رمضان تقريبا. قبل رمضان تواصلتوا اليوم؟ اه عطينا الرقم ديالها زيرو قيد. زيرو ستة حداش زيد زيد شحال؟ عطونا شوية القليبات، عطونا شوية القليبات. تحياتي لك سي حسن. ألو السلام عليكم. سي سعيد كي داير مزيان بخير؟ الله يبارك فيك، أنت لاباس؟ الله يحفظك أودي أسيدي، الله يحفظك لا نورك، أنت بخير؟ بارك الله فيك، تفضل أستاذ شكون معايا؟ معك مروان من مدينة مكناس. أخويا بعد من الصداع، بعد من الصداع ولا بعد من اللايف؟ اه انت حسب ريبيل مصدع. شنو الاسم ديالك؟ مروان، مروان من مكناس. شحال السن ديالك يا مروان؟ 21. شنو الاسم ديالها وفين ساكنة؟ في دوا وساكنة في مكناس. شحال كل السن ديالها في دوا؟ دابا دخلت 19 دابا. شحال نتوما على علاقة مروان؟ بزاف وصلت كاع 3 سنين العلاقه. طلقت المراه على قبلها صح؟ طلقتي المراه على قبلها؟ وقع شي مشاكل ودابا بغيت نصادر ليها وبغيت نولي ليها دابا. فايت لك مزوج انت؟ قالت لي زوجت طلقت على قبلها. واه
والمرأة الأولى عارفك مطلق على قبلها. والمشاكل مسراو بيني وبينها على قبل الله. وشنو عندك شي شكوك من جهتها ولا شنو؟ واه بغيت نشوف دابا واش يعني حتى اللي هاد الايامات كدير شي تصرفات على قبل يعني بغيت نفاجئ بهاد المناسبة بحال هكا. واخا المرأة الأولى عندك معاها شي وليدات؟ لا أعطينا النمرة ديالها زيرو قيد. عندي نجيب لك سبب. هذا هو الحب اخويا والا فلا. عمل 0 0 7 74 زيد ها زيد 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 فايت لك اتصلتي بينا لا فايت لك اتصلتي بينا انت لا 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 شحال واه شحال يعني كنت فايت اتصلت بها واه لا انت اصلا واه ساهل اتصلتي بينا في البرنامج فايت لي شحال هادي واه لان يعني النمره عندنا مقيده ديالها هنايا واه عندها على البوكال عندها شي نمره اخرى واه هي عاد نمره اخرى قيد نمره اخرى كنعتذروا ارجعكم لي بلوتوث اعطينا النمره ديالها زيرو قيد زيد 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 وبالك الزوبي عاد اتصل بها شي حد من غيرك لا لا كنعتذروا ارجعكم للدكتور ما نشغلش دابا الى خويا دابا تكون طلقتي على ودا وتكون مزعوطه في شي حد اخر مصيبه تكون نعسات زعما لا لا راه فاقد نعاود ولا نعاود ولا ماشي مشكل لان لا 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 الحالة بحال هادو خصهم يتشدوا صراحة داكشي اللي فيها هو تحياتي لك السي مروان غداش اخويا والو ما كتجاوبش غداش غدا تكون خدام غدا ان شاء الله طيلة شهر رمضان ان شاء الله دايما ان شاء الله ولا تفاصيل كاين شي صافي يا انا ما صوني في نكون داير لايف من غير لايف ما نجاوبش صافي واخا يا السلام عليكم السلام عليكم الو اكيد اخويا سعيد تحيه ليك الله يبارك فيك انت لاباس الله ينورك اخويا سعيد بارك الله فيك الله مبروكه الله يبارك فيك تفضل شكون معايا معاك ابراهيم من برشلونه ابراهيم من برشلونه شنو الاسم ديالو فين ساكنه سميتها خديجه من فاس خديجه من فاس شحال نتوما على علاقه ابراهيم دابا تقريبا شي عامين عامين نتوما على علاقات لقيتو نحب الويفي لا حب الويفي
هضرتي مع والدي؟ ها خاطب، ها باقي شنو؟ لا بنت كبيرة، أنا عديت 38 سنة، هي تقريبا حتى هي شي 32، ما محتاجينش هذا الشيء، هي كيفاش؟ بعقلها وأنا بعقلي. لا كيفاش ما محتاجينش لهذا الشيء؟ بحالاش؟ ما زعما شي بنت برهوشة باش تشك فيها ولا شي حاجة، هي فايت وقع لها واحد لافير، أنا وقع لها حتى أنا واحد. يعني العلاقة ديالك معاها كتشوفها صافية مزيان؟ كنشوفها مزيان مع بوها مع امها يعني ما بوها عندكش الشك فيها إطلاقا؟ ما كايناش الوقت اخو سعيد والو لا، باش نتفاهم. ما عندكش الشك فيها أنها تخونك ولا شي حاجة؟ لا ما عنديش، ما عنديش، واش وكنت ندير كنتمنى الخير، الله ان شاء الله كنتمنى اخو سعيد، نتمنى الخير إن شاء الله. واخا أعطينا الرقم ديالها. واخا صفر الو، السلام عليكم اختي خديجة. وعليكم السلام. رمضان كريم وعواشر مباركة بالصحة والسلامة. علينا وعليك وعليك. عائلة كل شيء مزيان؟ كل شيء مزيان الحمد لله. خديجة من مدينة فاس، معك سعيد من بلاطو الخاتم بينيديك، راك معنا على المباشر خديجة، مرحبا بك معنا. باي باي. الله يكبر بك اختي خديجة، شكرا لحفاوة الاستقبال. اختي خديجه، قانون البرنامج معنا انسان اللي عزيز عليك بزاف، هادشي اللي قالنا هو اللي زودنا بالرقم ديالك باش نتصلوا بك ونفاجئك على المباشر بطريقته الخاصه. انا غادي ندوزو لك يا خديجه. اوكي 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 تفضل استاذ، قرب عندنا شويه الصوت ديال خديجه. ولا مرحبا. قول لي اختي خديجه، قبل ما ندوزو لك، شكون جا في بالك هاد الشخص المفاجاه اللي راه مفاجئك بهذه الطريقه هذه؟ انسان عزيز عليك، قريب عليك بزاف، كتشوفوا مع بعضياتكم، عايشين الحب والحياه السعيده، الله يخليكم لبعضياتكم. شكون في نظرك توقعتي يا خديجه؟ ابراهيم. الله اعلم، باقي ما كملنا معك. ده يا ما كملت، ما كنسمعكش مزيان. كملت سمعلك اختي، ما كنسمعكش مزيان دابا. وي تفضل. ابراهيم. راه باقي ما كيسمعكش. زيد زيد. نعم. فين ساكن ابراهيم؟ اسبانيا. اوكي، هو باقي ما كيسمعكش دابا للاسف. ماشي ابراهيم اللي معانا لالا خديجه، شخص اخر. تي قلت من اسبانيا وهذا كاين في المغرب، شخص على ما قلنا كتواصلوا مع بعضياتكم، عزيز عليك، ناوي تزوجوا ان شاء الله، الله يخليكم بعضياتكم، وانت كتقول ابراهيم من اسبانيا. شكون توقعتي يا خديجة؟ شكون؟ إذا من غير إبراهيم ما كاينش؟ لا مأكدة؟ سيغ. يلا هاك التربية لالا شوية. تفضل أستاذ. نعم. هيا معك. ألو. ما كنسمع والو. ألو خديجة. ألو. ألو السلام. وعليكم السلام. عايش مبروكة. الله يوفقك. لا ما عندي ما يتسالك، ما عندي ما يتسالك. نعم. إي ما عندي ما يتسالك. راه كيف تقول لا لا لا، معقولة معقولة. شد 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 يدك ورجلك، شد شد. وراك كيف تقول
نعم ابراهيم قلت راه فكيتينا انا وحده دابا ياك راه فكيتينا ما درت عقل الله يرضي عليك ايوا سيدي عطاك الله 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 يخليكم بعضياتكم سي ابراهيم واختي خديجه سي خديجه مرحبا بك معنا في جميع المنصات ديالنا ابراهيم يوريك اسم الصفحه ديال سعيد خارج واش ما فيهاش لي سباس مرحبا بك على تيك توك فيسبوك انستغرام يوتيوب مرحبا بك معنا خديجه مرحبا الله يخليكم بعضياتكم ما تنساوش تعرضوا لنا في هذا الصيف ان شاء الله الله يكبر بك سيدي يلا الله يخليكم بعضياتكم السلام عليكم وعليكم السلام باي باي الحب الحب كاين الحب باقي الحب الخوت صراحه باقي الحب باقي الحب باقي باقي الناس باقي الناس كيحبوا الو السلام عليكم وعليكم السلام بخير لاباس الحمد لله وانت لاباس الحمد لله كنت نشوف حد الدارج شكون معايا معك شيماء رشيديه شيماء من الرشيديه مرحبا بك اييه هذاك كنت نشوف واحد الدارج شنو سميتو مثل محمد فين ساكن بارتيبا ها بارتيبا فين ساكن دار بيضا دار بيضا كازا دار بيضا شحال نتوما على العلاقه شيماء شهرين دابا شهرين تلاقيتو للحب الويفي تلاقيت اخر مره تلاقيتي معاه كنتلاقاو دابا انا في الشك كنخاف عليك انا شي وحده لا اخر مره قلنا اخر مره تلاقيتي معاه اعتقد انا معاه راشد الله اخر مره شحال تكون مده دابا 15 يوم 15 يوم شنو هضر مع والديك في الدار لا كنجوج كنبدا الشك يعني خاطبك عم راسك وانا دابا انا في الشك كل بكير باش وحدة لا شفتي شي حاجة ولا عاش هكا وصافي الشك صافي يلا عطينا الرقم ديالو زيرو قيد زيد 0606 زيد 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 9 زيد شحال وبركه النمره كبيره كيبان لي هادي راك غلطه في النمره زيد شوف قل لي النمره نيشان قل لي النمره نيشان اش كتقول لي بالوحده ما كتعرفش ارقام واش شوف 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 اسمع عيب شويه واش في زيد زيد 99 صافي يلا سميتو محمد ياك يتعذر حاليا الاتصال بمخاطب والو هاد النمره ما خداماش كاين شي نمره واحده اخرى لا هادي هي نعاودو لها نشوفو الو السلام عليكم سي محمد نعم الو سي محمد كي داير لاباس عليك الو الو سي محمد الو سي محمد انا كنسمع اعواشر مبروكه سي محمد رمضان كريم الله يحفظك بالصحة والسلامة الله يسهل عليك كلشي بخير ها كلشي بخير والله حال
عاملين شاكرين؟ الحمد لله. سي محمد من الدار البيضاء، معك سعيد من بلاطو الخاتم بنيديك، راك معنا على المباشرة سي محمد، مرحبا بك معنا. الله يكبر بك سي محمد، شكرا لحفاوة الاستقبال. سي محمد معنا شخص المفاجأة ديال هاد الليلة، هو اللي زودنا بالرقم ديالك باش نتصلوا بيه يكون فاجئك على المباشر بطريقته الخاصة. سي محمد واجد معنا؟ مرحبا. قول مرحبا، تفضل استاذ. الصوت ديال محمد هو هذا؟ الصوت ديال محمد هو هذا؟ اييه. الو، انا كنسمعك. ماشي معاك السي محمد؟ اييه. الصوت ديال محمد هو هذا؟ واخا. قولي سي محمد، قبل ما ندوزو لك هاد الشخص المفاجأة اللي معنا، شكون توقعتي في نظرك يكون؟ شكون؟ الوالد ولا الوالدة؟ من غير الوالد والوالدة، هادي إنسانة اللي معنا السي محمد قالت كتجمعك بها شي علاقة عاطفية وناويين تزوجوا، الله يخليكم بعضياتكم، بغات دير لك هاد المفاجأة هادي. السيدي أنا مزوج وعندي الأولاد. مزوج وعندك الأولاد؟ آه. تقدر تكون الزوجة ديالك هي اللي مفاجئك، علاش لا؟ هو إلا دارت هكا تشبع المانغو مع راسها. تشبع المانغو مع راسها، إذا أنت مجوج بوليداتك ياك سي محمد؟ أنا بوليداتك. واخا، بقى معنا سي محمد. ألو أستاذة شيماء. سيد مجوج بولادو. سيد مجوج. بقى معنا، بقى معنا، هو معك، هو معك شيماء. شيماء؟ نعم. هو معك، يلا واحد جوج ثلاثة، العصير العصير. تفضل السي محمد، هي معك. ألو ياك محمد مجوهولك الدراري يحشم عليك. أنت مجوج هاك الدراري تقول لي مازال مجوج. طاع عليك. يا 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 يا، نعاودو نتصلو به، بقى معنا. كيقطع علينا للأسف. ماما خويا الصوت، قلت لي بابا شوف الصوت. شيماء؟ كيف؟ نعم. مالك؟ يا خويا أنا الصوت، ثم جاي ماما ما نديش، أنا واحد ساعة تتيح لي ساعة تكبر شي. شحال انتي معاه؟ شحال؟ لا دابا سبع شهور. شحال؟ سبع شهور. سبع شهور. وكيقول لك ما مزوجش وعايش لداركم. يعني كان هذا ما كيقول لي كان عنده وليدان باش نهضر معاه تحت يقول لي بابا نهضر معاه. الله يعوضك اختي شيماء. شكرا خويا. وها علاش اخوت، ها علاش برنامج الشمس العشيه، باش الانسان ما يبقاش يعرف، باش الانسان يبقى يعرف فين يحط رجله. السيد مجوج بولادو والسيده مسكينه كتساين الخوا الخاو. الله يعوضك اختي شيماء. حول ولا قوه الا بالله. الله الا تصبت الزوبيه، حق الله العظيم الا تصبت. الو السلام عليكم. السلام عليكم خويا سعد. اهلا وسهلا. الله العظيم الا حشومه عليك قسما بالله. عيب. الو السلام عليكم. الو. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام، كي داير لاباس؟ انا صح لاباس. الله يبارك فيك، انت لاباس؟ الله يشترك اخويا. الله يحفظك. الله يحفظك. تفضل، شكون معايا؟ معك موسى. موسى، في ساكنة موسى؟ مكناس. شنو الاسم ديالها وفي ساكنة؟ شنو الاسم ديالها وفي ساكنة؟ إيمان مكناس. إيمان في مكناس. إلهام. 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 شحال نتوما على علاقة موسى؟ شحال؟ تلت سنين هكا. تلت سنين، تلاقيتو ولا الحب الويفي؟ أنا تلاقينا. ها؟ لقينا.
آخر مرة تلاقيتي معاها؟ ماشي سيمانة دابا. سيمانة. واخا عطينا الرقم ديالها. زيرو قيد. الو، يلا عطينا الرقم ديالها. 06 ولا 05؟ 07 05 16. شحال هادي باش ما تلاقيتوش؟ شحال هادي باش ما تلاقيتي معاها؟ الو، السلام عليكم اختي الهام. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، مبروكه ورمضان كريم، الصحة والسلامة. الله يبارك فيك. شكون معايا؟ بخير، العائلة مزيان؟ صباح الحمد لله. الحمد لله. اختي الهام، معك سعيد من بلاطو الخاتم بنيديك، راك معنا على المباشر. مرحبا بك معنا الهام. قلت لك اخويا تحقد النمرة ما فوالا، بقى معنا وتعرف منين جاتنا النمرة. اوكي مرحبا اختي الهام، شكرا لحفاوه الاستقبال. الهام معنا شخص المفاجاه، هو اللي عطانا الرقم ديالك باش نتصلوا بك ونفاجئوك على طريقته الخاصه على المباشر. انا غادي ندوزو لك الهام. اوكي مرحبا. استاذ قرب حدانا شويه. وي الصوت ديال الهام هذا؟ اييه ياك من بعيد. مرحبا سيدي. قولي اختي الهام، قبل ما ندوز لك هاد الشخص المفاجاه، شكون توقعتي في نظرك يكون؟ لا هو يقول لك اخويا شكون هو، انا نقول لك هو راه معانا وكيسمع فيك دابا وكيضحك، ولكن هو راه داير لك مفاجاه. ما هو كان باغي يهضر معاك، راه عنده الواتساب ديالو والتليفون ديالو. سمح لي اخويا، انا ما عنديش مع هاد المفاجاه. ما عندكش مع هاد المفاجات؟ علاش بالضروره؟ راه حقيقه شي بزاف لي السوشيال ميديا ولا باسلو في المشاكل. هادي ما كاين. شوف اللي ما عندي لا والو، ما كاين لا مشاكل لا والو. سحبنا اللي فيه المشاكل هو اللي ربما فكرشو العجينه. لا ما في العجينه لا والو. ايوا الحمد لله، داكشي اللي بغينا حنا. دابا اسمعني دابا، اصلا انت كتصوني في واحد الوقت ما فيها لا اذاعه لا مسابقه لا مفاجاه. لا بالعكس، الوقت ديال رمضان والعواشر الانسان كيبات سهران حتى الصباح. اختي الهام، حنا كنباتو سهرانين حتى الخمسة الصباح، حتى الخمسة الصباح كنتصلوا بالناس باقيين خدامين، كلشي خدام. لا لا اسمح لي، عاود حنا تبع خدمه تلاقيتي مع والدينا يعني، دونك ما كاينش اللي نزيد اللي الهام. الهام حنا ماشي حنا اللي متصلين بيك، حنا الشخص الانسان اللي عزيز عليك وكتجمعك به داك العلاقه هو اللي عاطينا الرقم، وراه كيسمع فيك دابا ومتصل بيك وبغى يفاجئك. داير لك شوف، داير لك واحد المفاجاه وانت قمعتيه بهذه الطريقه، ماشي حنايا. لا انا ما قمعتش، انا الا كان هو كيعرفني مزيان انا ما عنديش مع هاد لي سسبانس بحال هكا. هو هو كيعرفك مزيان، وهو نيته فوالا، وهو نيته ماشي هكا بصراحه. لا سمعني هضره، ما كنيتو انه بقى يجرب فيا قدام عباد الله. كيفاش كيجرب فيك قدام عباد الله؟ ايوا الله، باش كون هادي باش نعرفو باش نعطي الاسم، داكشي ما عرفتش يجيني ما عندكش شي علاقه صراحة. بهاد الهضرة ديالك كلها قد ما كتزيد الطين بلة، يعني كتدخل له شوية الشكوك. عادي، إلا كان تيعرفني مزيان ما غاديش يدخل له الشكوك. وحتى أنت إلا كنت كتبغيه مزيان ما كنضلش عاد 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 تعطينا ربما هاد التعاليق هادو، ربما كراك قلتي السمية وتهضر معاه. سمح لي، داكشي بينو بينو، داكشي بينو بينو، يعني ما كاينش لازم بنادم اخر يعرفو. اختي الهام متفق معاك، بينو بينو علاقه، حنا قلنا لك عطينا اسم. لا ما محتاجش اخويا نعطيك انا الاسم. يلا عطينا الحرف الاول من الاسم ديالك. لا لا سمح لي. شنو نعتبرو الهام ما عندها حتى شي علاقه؟ ما عندها حتى شي علاقه. عرفت هضر. إلا كان إنسان واحد آخر غادي يجربني قدام عباد الله ما عنديش حتى شي علاقة. هذا ما نيتوش يجربك صراحة، بغى يكبر بيك، بغى يقول لك. أنا بالنسبة لي هذا التجربة، هذه بغى يكبر بيك وحدا الناس بغى يقول لك كنبغيك، شنو فيها؟ إلا كان اسمعني، إلا كان تكبر غير قدام عباد الله، وإلا كان هو عارفني مزيان أنا ما عنديش مع هذا الشيء. والله إلا كرشك فيها العجينة. تفضل أستاذ. ألو؟ الو موسى، الو
الو استاذ، الو الو استاذ، تفضل هضر معنا. بقى معنا اختي الهام. دوزري دوزري، باش الا كان تسمع نعطي واحد جوج هضرات يسمعهم مزيان. من حقك تعطيه جوج هضرات وتبقى ثلاثة. يلا مرحبا. الو استاذ، الو، حسن الخط تايز وما كيهضرش. الو الو استاذ، هضر معنا. اختي الهام، نعم، موسى، موسى كيعني لك شي حاجه من كناس؟ كيعني لي بزاف. وشنو شنو المشكل هنا يا زعما؟ ماما كانت لا مشكلة حتى شي حاجة، انا خويا غير انا من بعد ما عنديش ما داكشي دار لي فيسبوك انستغرام داك العالم، ما كيفليش انت افيشا في فهمتي داك البلد عادي. انت ما تافيشاشني، هو هي ما افيشي، ما افيشي الصوت ديالك. دابا غير سمعني نهضر معاك، شي داك جربني نجربك ولا لا؟ عاد اذا كان انسان فريمون فيها فلا راه اكثر من خمس بعد. اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي، انا 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 كنشوفها من هذا المنظور، هذا انسان ما بغاش يقول الاسم اذا تكرشوا العجينه. سمعني نقول لك، انا ما فيش العجينه. دابا هذا الانسان شنو سميته؟ شنو سميته؟ نعم، شنو قال لك سميته؟ ايوا شتي، هو دابا انت كتقول لي ايوا، وانت دابا قلنا سميتو، دابا انت دابا انت اللي فكرت العجينه. دابا انت اللي كتقول لي السميه ديالي، الا كان فريمون هاد السيد هذا اللي نتقفي بسميتو بصح راه مزيان، مع العلم ان الاسم ديالو قلت لك، والله الا قلت لك في الاول. انا راه سمعتك قلتي، وباش حتى انا جاوبتك قلت لك راه تبعتني نرمي بلا ما كان، ما كاينش علاش تقول لي انت داك السميه. يلا شنو الاسم ديالو؟ قلت لك سيدي تبع موسى. ها؟ قلت لك سميتو موسى دابا. ها؟ ياه. ها؟ ودابا هو عاد احتاج دابا زعما بنادم، لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا شي كلمه لموسى، شي كلمه لموسى. الو موسى. موسى. مع العلم ان الخد دايز هو ما كاينش. الو. الو موسى، يقدر يكون كيسمع فيك دابا، راه معانا على المباشر، راه كيتفرج في اللايف ديالنا. شي كلمه، شي كلمه لموسى ايهاب. الله يسهل عليه ولا يصلحو في هاد العواشر، الله يعاونو. لا يعني شنو ردات الفعل ديالك مثلا هاد الامور اللي كتقول انت ما عندكش جات في شكل شنو؟ انا قلت لك اخويا شنو عندي انا، ما اضطر في هاد الشيء هذا كامل، ما عنديش حتى ديك الهضره وسولني نجرب وكذا، ما يمكنش لا. شنو شنو هاد الكلام ديالك كامل، شنو نعتبره موسى احتياط؟ ما فهمتش كيفاش احتياط، ما فهمتش. هكا فهمت انا. لا كيفاش احتياط، ما فهمتش احتياط شنو هي؟ لا مين بغيتيش تقول السميه ديالو، شنو كيعني زعما موسى؟ واش ماشي من حقي؟ ماشي من حقي كنظن. لا شي حاجه اللي في لا وخليني انت، انا اعطيني فرصه نهضر. اوكي دابا غير نهضر معاك وتسمعني، وشي حاجه لي سيكري في حياتي ما بغيتش نبارطاجيها مع الناس، واش فيها شي مشكل؟ انت ما كتبارطاجيش العلاقه ديالك، كتبارطاجي اسم، اسم هو عطانا الاسم ديالك، عطانا الاسم ديالو. اسمع اسمع وخليني نهضر، حكى لنا على العلاقه اللي كتجمعك به، علاش انت عاد تبارطاجي؟ انت هو بارطاجا، انت كتعطينا اسم. كل واحد شوف، كل واحد كيفاش كيفكر، الا هو بارطاجا راه الله يعاونو، راه يسالي على تحياتي لك اختي الهام، تحياتي لك. تحياتي انا ماشي غير لك، الطاقم كامل. شكرا الهام، ربي يخليك، ومرحبا بك معنا دير سعيد خربوش، ومرحبا بك معنا جميع المنصات ديالنا سعيد خربوش، ما فيهاش لي سباس. اوكي مرحبا، مرحبا بك، يلا سلام عليكم. وموسى يا موسى، تحياتي يا موسى. اخوت بزاف ديال الحب لكم الناس ديال الفيسبوك، بزاف الحب لكم الناس ديال اليوتيوب. حاولوا اي شمس العشيه لقيتوها لا في اليوتيوب ولا في فيسبوك، ديروا جيم كومونتير، بارطاجوها مع احبابكم وصحابكم باش يستافدوا من اغلاط الناس واغلاط الاخرين. راه والله الا بقات في يد ديك السيده مسكينه داك شيماء، وحق الله الا بقات فيا اخوت. يلا اروع تحيه لكم كاملين، تلاقوا غدا، سلام.